En fait, on a سمعت هذا لا سيرونس كيهضر على كيقول سي جمال. هذا السي جمال انا ما فهمتش علاش لا سيرونس كل شيء كيعطيو له غير هو اللي يتكلف بالاموات. هادي انا ما بغاش تفهمني. انا ما فهمتش في البنك الشعبي في التجاري كل شيء كيقول غير جمال. الاخوان السلام عليكم. عندي واحد القضية بغيت نفوتها للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا بروكسل. ان فات انا في الموا ديال شهر 6 توفوا لي جوج ديال الدراري عندهم 5 شهور وسيمانه في الكرش تاع امهم في السبيطار نتاع اوزاد في جات. مشيت لاسيرونس نتاع البنك الشعبي باسكو عندي لاسيرونس وهذه. قلت لهم اودي انا توفوا لي واحد جوج وليدات وبغيت نصيفطهم للمغرب ندفنهم في البلاد. قالوا لي شحال عندهم من سيمانه؟ قلت لهم اودي عندهم 21 سيمانه. قالوا لي حنايا ما نقبلوش 21 سيمانه، نقبلوا ب 23 سيمانه. وفي الورق اللي عاطينا في لاسيرونس ما كاتبين لكش يعني بينما لي زونفو ولا لي بيبي ها قدا اللي خصهم في اللاج ديالهم باش يفوتوا في لاسيرونس ولا ما كاتبينش هذا الشيء. هذا كدير لاسيرونس كتخلص ذاك العدد يسيتو. ابري انايا من بعد وليت عند الطبيب في لوبيتال قال لي اودي واش غادي تديهم تدفنهم في المغرب ولا؟ قلت له اودي لا باسكو لاسيرونس ما اكسبتاتليش هذا الشيء. وعطاني النمره ديال واحد السيد سميتو جمال بن طاهر في ميل بروكسل. عطات لي النمره ديالو قال لي ها هو هذا راه مكلف بالاموات. جات واحد لاسيستونت هي اللي عطاتهاني. هزيت انا ديك النمره سونيت له قلت له ودي عندي واحد جوج تاع لي جيمو توفاو لي يعني بغيت ندفنهم هنا شحال الثمن ديالهم؟ طلب لي 1100. طلب لي 1100 وقال لي غادي نديروهم في واحد الصندوق واحد وندفنوهم في واحد القبور واحد وباش وتخلص 1100. قلت له صافي واخا ماشي مشكل. مشيت عنده عطيتو دقيت عليه في الدار خرج عندي الابن ديالو عطيت له 500 اورو في اليد وهضر معاه في التليفون قال له راه جا عندي السيد عطاني 500 اورو. هادي من عطيت له انا 500 اورو مشيت من بعد واحد دو جور عيط لي قال لي رواح راه الوليدات راهم عندي في الدار رواح باش نمشيو ندفنوهم في المقبره ديال لا سيميتيير ديال جات ديال ايفر. الور من مشيت عنده انايا ديت له 600 الاورو كانت باقيه له 600 الاورو زدتها له. مشيت انا والزوجه ديالي والام ديالها دخلنا تما عطيتو ديك الفلوس ديالو 600 الاورو. قال لي قلت له واش غادي نمشي معك في الطوموبيل؟ انا حاسب عنده طوموبيل ديال نقل الاموات ولكن هو قال لي غادي تتبعني بالطوموبيل ديالي وانا غادي نتمشى وانت تتبعني. هو مشى بالطوموبيل ديالو وانا تابعه. انا ما عارفش كاع واش الاولاد راهم عنده في اللوطو ولا غادي نفوتو نديهم شي جهه اخرى. مشيت تبعته نتمشاو هكا بالطوموبيل هو كيجري بواحد السرعه يعني في البلاصه ديال 50 كيجري 100 ولا 120 باسكو انا شدني الرادار على 90 والبلاصه نتاع 50 شدني على 90 اذا هو راه كان يجري 100 ولا 120 وعندي لاموند في المحكمه يعني غادي نفوت في لا جوستيس باسكو درت مخالفه. من مشينا دفنا الوليدات دفنا دوك الوليدات جا هو عطاني البريه قال لي هاك. من وصلنا للمقبره ما دخلنيش معاه الاداره قال لي استناني هنا راني جاي. دخل الاداره جا خارج هو والمدير طلع الكوفر ديال اللوطو الاولاد في الكوفر بحال يعني احنا هنا في اوروبا في اوروبا الا شدوا عندك النصارى الكبش في الكوفر راه يديروا لك مخالفه. وهذا الصبيان ميتين ودايرهم في الكوفر في واحد جوج لوحات. واش غادي نقول لكم صندوق ماشي صندوق يعني غير لوحات عاديين يديروا واحد 5 اورو ولا 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 دي زورو. مشينا المهم دفناهم اعطاني ديك الورقه مشيت المدام ديالي حلت الورقه قالت لي احمد راه داير لك هنا غير 550 اورو. قلت لها ما يمكنش. قالت لي غير 550. صونيت له في التليفون قلت له 550 اورو دايرها لي في التليفون دايرها لي في ديك الفاكتوره نتاع المقبره. قلت له انا عطيتك 1100. قال لي انايا هذيك 550 اورو المشريه نتاع المقبره. وقلت له 550 الاخرى. قال لي انا ما نقدرش نكتب لك لي فري ديالي ما نقدرش نقول لك لي فري ديالي اللي خسرتهم فوالا. مين قال لي هكا؟ قال لي روح عندي البيرو نفهمك. مين مشيت عنده البيرو قال لي ها هو راني خسرت قدا وقدا. قلت له انا ما كنعرفش هذا الشيء خصك تعطيني بروف نتاع 1100 اورو وخصك تعطيني فاكتوره بنماها وشنو درت فيها وشنو درت فيها. ولما فتشت اخوتي الورق لقيت الورق نتاع المقبره داير اللي فيهم غير واحد لوكور يعني دافن غير واحد الولد ما دافن الجوج والفاكتوره داير فيها جوج ديال لي جيمو. وهي عندي هنايا نقدر نوريها لكم على الشاشه
ها هي هاي هنا الاخوان ولا فاكتور ما عطاني لا فاكتور لا والو اخوك ابري واحد السيد الله يجازيه بخير هو اللي كان مع اخت نجات وهضرت معها وديفو فاكتور وكانت له التليفون السيد وعدها في فرنسا والاخبار داير هنا 550 سيبو هنا قال له لا غيكون بزوج الفاكتوره وهادي قلت له انا راه غادي نمشي نشكي بك وهادي قال لي روح تشكي فين بغيت روح فين بغيت تشكي روح قلت له فين بغيت نشكي نمشي قال لي واه مشيت انايا للقنصليه المغربيه القنصليه المغربيه قالت لي لو كان ندفنوا في المغرب نقدروا نتابعوه ولكن من ندفنوا هنايا في بلجيكا ولدي خصك تمشي للسلطات البلجيكيه مشيت للسلطات البلجيكيه مشيت صافطوني عند لاسيستونت سوسيال ديال السبيطار قالت لي خصك دير محامي وغادي يشد لك الوقت بزاف الور يعني ما كان والو ولقاني ربي لقاني مع واحد السيد لقاني مع واحد البنت نجاة سعدون خدامه في البارلومو هي اللي مسكينه تابعت معايا القضيه ووصلتني حتى لهذا الروبورتاج واللي كنقول زعما كاين نوصي الجاليه المغربيه اللي في بروكسل يعني يحاولوا يشوفوا ناس اللي هما في المستوى وراهم كاينين ناس مزيانين متكلفين بهذا الموتى يمشيوا لعندهم هذا السيد هذا يحاول ما يمكن يجتنبوه وانا ما رانيش نحقد عليه ولا والله يهديه هذا الشيء اللي كنقول والسلام عليكم وشكرا. Yo.